أرجو أن تبينوا لي كيفية الاغتسال من الحيض، إذ تقول أمي إنه لا يجوز أن أقص أظافري أو شعري وأنا حائض، وإن فعلت ذلك يجب أن أحتفظ بها إلى حين الاغتسال حتى أغسلها معي، فذلك وارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا القول ليس بصحيح ولا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام العوام أو بعض العوام ولا أصل له. ويجوز للحائض أن تقص أظفارها وقت الحيض ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. وأما صفة الاغتسال من الحيض فإنها أولا تستنجي وتنقي المخرج من النجاسة ومن الحيض، ثم تغسل رأسها وتبلغه بالماء، ثم تفيض الماء على جسمها 3 مرات، هذا هو الأكمل. وإن أفاضت الماء على جسمها مرة واحدة فهذا كافي، ولكن 3 مرات أفضل، وتبدأ بالميامن جنبها الأيمن ثم جنبها الأيسر. نعم.